للمذيعة. نعتمد الجمال؟ لا، إذا كانت المذيعة بتفهم حلو، يعني مثلا أنت لازم نحط محلك واحد جلق فيمشي الحال ونجيب ريتنج أكثر. وإيش يابا؟ إنه إذا أنت مثقفة وبتحكي ثلاث لغات ومرتبة وست بيت، لا مش لازم، لازم نفتح فرصة لناس جلقين يجوا يتساعدنوا على الشاشة تنعمل ريتنج. بتعرفي كان مسكرة الامتحان 7 سنين للي ما بيعرف ست منى أبو حمزة جربوع جربوع بعتقد قصده عنا نحن، انا الجلق وانا اللي بتساعدها لانه انتو سعيدين. اول شي بموضوع الجلق رح شلك تويت من الانترنت بيجاوب على موضوع جلق. ميشيل المور لمنى ابو حمزه نحن بنجيب مذيعين مثقفين مش جلقين لنعمل ريتنج. المشكله انك جبت جلق ما عمل ريتنج، زدته جلق وبعد ما في ريتنج. اوه. اما بالنسبه للسعدنه، بالنسبه للسعدنه رح شلك بارت من الحلقه اللي انت فيها. لحظة شوي، وين سمعين هاي؟ سمعينها قبل؟ لحظة لا نحن عنا هو زيته بس ببلاش ببلاش او ما بدهن شيء، ما بدهن شيء. وحتى انه يعني 750 دولار يعني بعتقد كان رح يقبل يتساعدن اكثر من هيك ب 750 دولار ابو جيك. اما بالنسبه للجمال، اما بالنسبه للجمال، بالنسبه للجمال ايه, ايه نعم نحن ايش لعنا منى قبل وما قبلناها، بس مش لانه ما بنحب الجمال، لانه وقت ايش لعنا كانت هيك لا بالله. نحن ايش لعنا اصلا ابو حمزه ما ايش لعنا. زبطني عمل لنا ميك اب صارت حمزه، بس منى ابو حمزه ما صارت الا عندكم. شو خصنا نحن؟ لانه انتم عندكم كل شيء نادر وصعب، شو خصني انا بالله؟ انا ما لي علاقه باللي شو اسمه. شو بكون انت ساوند افكت؟ شو بكون؟ هلا بننتقل لموضوع الثقافه، واللي بيحكي ثلاث لغات اي اني بيهمهم ثلاث لغات وبيهمهم الثقافه على اساس اليوم بال 2018 مش كثير العالم بلبنان بيحكوا ثلاث لغات، يعني عربي فرنسي وانجلش. صعبين لغات صعبين نحن لانه نحن ايه بال 2018 بعد في حدا ما تعلم يا حبيبي؟ ما تكون مفكر حالك بعدك بزمن ما رح نعمل مدارس لانه كامل عم يتعلم. خلصت الايام يا حبيبي، نحن بزمن كل العالم بيتعلموا وثلاث لغات وكيف ما بتمشي في جامعات يا قلبي. بعدين اذا بدنا نروح لتست اللغات، يخبرني ربك شو بتحكي لغات حلو بنفس الحلقه يا ملك الانجليزي انت. خلينا نسمعك عم تحكي انجليش. ما بعرف كيف ترجمها بالعربي، بس انه قريبة يعني كتير من يعني بتعيش على بتعيش على الكونسبيرسي ثيوري اللي هي عطول في نظرية المؤامرة وعلى الفولس انفورميشنز يعني المعلومات المغلوطة. ميشو lesson of the day، كونه السعدين الجلق اللي بوجهك بيحكي perfect English لازم خبرك انه information is an uncountable noun وبالتالي ما بتاخد اس بحياتها. السنجوليه هو انفورميشن والبلوريال هو انفورميشن بالفرنسي يمكن. اما منى اللي بوجهك المثقف الحلو اللي كتير حلوه اللي بتحكي ثلاث لغات، والشعب اللبناني ما بيحكي ثلاث لغات بس انتو بتحكوا ثلاث لغات. في رياضه اسمها بانجي جامبينج كلنا بنعرف عنها وكلنا بنحضرها وركي في ناس بتمارسها كمان. اما اللي عندك المثقف اللي بتحكي ثلاث لغات بتسميها كمان رجعت نيلاتهم محملين من من فترة شي 4 سنين لأنه كمان نبطوا. هلأ اللي عندهم البونجي البونجي بدنا نستنى كتير على هالدعاية. هاي المثقف اللي بوجهك اللي بتحكي ثلاث لغات اللي ما حدا مثلها مثقف، إذا ما حملت الوراق بيضة بتضيع يا حبيبي. وإذا يوما ما ضاعوا الوراق بتنط من فقرة الضيف اللي معها لرابع فقرة لقدام. انا بحب خبركم انه نحن وعمال ناخد البريك اخذوا لي كروتة اقرب الناس، يا ريت يرجعوا لي اياهم لحتى نرجع نكفل حلقة. بكون كثير ممنونتكم عن جد على كثرة الفقفة فيكم. وقعوا الكروتة مني بالارض، بدي حدا بس يجيب لي الباقيين. اهلا وسهلا فيكم. شو هالميشيل هذا؟ بدنا زقفة كبيرة لميشيل.
هلا اذا سؤال قبل الثاني بيكونوا تلخبطوا الكارت. اهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. صرت بهبه واسامه وخوسيه هلا مع انه بعد ما دخل عادي صارت باسئله خوسيه وبعد ما دخل قد ما متمكنه وثلاث لغات وثقافه وجمال ضاعوا الوراق. بعدين مين بعد ما بيحكي ثلاث لغات يا حبيبي؟ هي سليمة وعم تحكي فرنساوي هالايام. جيت لي شوف انت سليمة عم تحكي فرنساوي. قولي لي وين عم تحكي فرنسي؟ جي لي كومبري با. اذا كنت عم تحكي فرنسي ما فهمت شو قلتي حياتي. ولا نحن فهمنا حتى وقت قلتي فرنساوي يعني خلص. الحاج فتوني يوسف فتوني عم بيحكي فرنساوي. ها جاي يقول لي انه بيحكوا ثلاث لغات. عامل لك الحاج يوسف فتوني عم بيحكي فرنساوي. شوف بونجور يوسف فتوني. وي يوسف فتوني. لا دات دو مارياج سي 86. 86 وي سي لو بروبليم دو ديفورس. دو ديفورس وي. Oui. C'est le problème de divorce. De divorce, oui. والله بيحكي منيح. Le H فتوني. Eh, le H. Le H. Le H, H. شيل اللغات عشان ابقى بوجيك. علقوا على موضوع التم الملوق تبع برنامج بعد الظهر. إيه. بيحكوا هيك برنامج الصبح. شوف تعليقهم. شوي بلشنا على قصة التم الملوق اللي بيحكي نص عربي نص فرنساوي نص انجليزي. حتى ما دوه هني بالاخر نحن بس بلشنا بالام تي في وبلشنا لايف من عبكرة العشية صاروا يعتمدوا اللايف وبلشنا نقول لهم للناس احكوا خلينا نعكس حقيقة المجتمع بلبنان واللبنانية بيحبوا يكبوا كلمة بالفرنساوي وكلمة بالانجليزي. معلش ايه نحن ما عنا مشكل انه تحكوا بتم ملوق. ما عنا مشكل ابدا وابدا وابدا. بس خليني اقول لك شغله على القليله. وقت بدكم تحكوا تم ملوق وتكبوا كلمه فرنساوي وكلمه انجليزي تكون الكلمه الانجليزي مزبوطه. مش انه حيالنا انه مش انه اذا لوقنا تمنا انه تصير الكلمه مزبوطه بس لانه لوقنا تمنا. مش مزبوط. مثلا الجراثيم بالانجليزي بكتيريا بالفرنسي بكتيري. مش اذا لوقت تمك وقلت بتكون مزبوطه. نفس الوسخ والبكتيريز هن موجودين بهيدي القنينه انه البلاستيك ترجع تنعبر فيها مي. البلاستيك دغري بيلقط البكتيريز. اول شيء بنغليها مزبوطه يروح كل البكتيريز منه. استعمله اول شيء نغليه يروح كل البكتيريز منه. مزبوط. بكتيريز هي انه هي اذا قلت بكتيريز بتصير انجليزي. عرفت كيف؟ مثل انه القرنبيط مثلا. اذا قلت كرامبت كيف؟ انه شو اللي ما بتعرف انت القرنبيط بالارنبيط بالفرنساوي؟ ما بتقول مثلا شو فلور بتقول كرامبات. الارنبيط كرامبات بالفرنسي. الاناناس ما بتعرف باين ابل انينس. انينس يا انينس يا انانس يعني شيء هيك. باكتيريز يعني قالوا لها فرنسي انجليزي بجمله واحده مش بكلمه واحده. ايه برافو عليك برافو عليك. كلمه واحده حتى فرنسي انجليزي. انا سمعت باتريز اول شيء. بس ليك بدي اقول لك شغله. بتشم ريحة انت منى تشم ريحة طبيض مع ميشيل. الطبيض بيصير مع ميشيل. طب كنت عبيت لهم نشرات الاخبار بلكي ما عندهم دايما. ما عندهم شيء بيشبوا بيك بحطوك جروبنا يعني. الكل بده يشبهها. هي بتشبهك. بتشبه المشاهد. بتشبه الصورة اللبنانية اللي نحن بدنا اياها. انا كنت مهتم بشوف هال 60 مليون يعني اذا بيطلع لنا منه شيء. اذا هيك يعني خيب ظني صراحه. انا اذا بتعتمدوهم بيطلعوا 96% مش لكم. كل هدول هن ال 4% بكونوا عم بيحضروا ليحضروا البرنامج تبعهم. اذا بتطلع على يوتيوب شانلز قديش عندنا مشتركين. طب بلكي هول ما بيطلعوا حسبتهم كلهم مع بعضهم بلكي ما بيطلعوا 96 او شيء. خلينا نهديك هالغنيه. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم